72 ساعة مرت داخل قبة البرلمان. كان النقاش محتدما وسهام الانتقاد أطلقت من كل الزوايا بسبب غياب آليات لتجسيد خطة عمل الحكومة. وبعد سجال طويل انتهت جولة النقاش، وصعد الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى المنصة ليذيب جبل الجليد الفاصل بينه وبين أعضاء مجلس النواب. بكل صدق أنني تعلمت الكثير من وطنيتكم وأنكم تحتاجون، وأن من يشكك في هذا البرلمان وفي هذا الوطنيين والوطنيات هو خاطئ تماما. كلمات رئيس الحكومة الجزائرية كان لها أثر المسكن لحالة الغليان داخل القاعة، فحول مجرى الأحداث إلى نهاية تصب في صالحه. أعرض عليكم مخطط عمل الحكومة للتصويت، المصوتون بنعم. الله يبارك، الله يبارك. المصوتون بلا. الممتنعون. أعتبر أن المجلس الشعبي الوطني قد وافق على مخطط الحكومة، وأهني السيد الوزير الأول والسادة أعضاء الحكومة بهذه الثقة. وعكس التيار سارت حركة مجتمع سلم، نواب حمص امتنعوا عن التصويت معتبرين بأن مخطط عمل الحكومة غير قابل للتجسيد. أما نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ففضلوا مقاطعة جلسات المناقشة والتصويت. بعد 3 أيام من المناقشة تخللتها 274 مداخلة للنواب، المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، ليحال بعدها في مرحلة ثانية للتصويت على مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.